واحد ثلاثي يجمع ما بين الصانع التقليدي والمهندس المعماري والفنان التشكيلي. هذا واحد ثلاثي اذا جمعناه غادي يمكن يعطي واحد الدفعه يعني كبيره جدا يعني للمجالات الثلاثه. السفيفه المغربيه، السفيفه المغربيه يعني كيتم الاشتغال عليها بمجموعه من التقنيات، ومن التقنيات اللي كنشتغلوا عليها في هذا المركز اللي احنا كنتواجدوا فيه اليوم هي تقنيه مراكشيه اصيله، واللي هي كتنتمي يعني في المجمل ديالها الى كحرفه يعني اللي كانوا كيمارسوها اليهود المغاربه بمدينه مراكش. طبعا هناك تقنيات اخرى اللي كنشتغلوا عليها الان على مستوى يعني بعض الجمعيات، والاجتماع ديال اليوم وهو انه عندنا صانعات اللي كيشتغلوا على هذه السفيفه، وعندنا كذلك طلبه اللي كينتميو للمدارس ديال الهندسه المعماريه سواء المدرسه الوطنيه بالرباط او مدرسه الهندسه المعماريه بفاس. حتى ربطوا هاد الطلبه يعني بالموروث الثقافي ديالهم، هذا الموروث اللي هو يعني مغربي متنوع، امازيغي عربي حساني عبري، يعني هذه هي الهويه المغربيه اللي كينص عليها الدستور، وهذا هو اللي جعلنا باش يمكن لنا نحيو هاد الحرفه ان شاء الله يكون عندها واحد المستقبل ظاهر. وان كان ناكد يعني اليوم اننا وصلنا بهذه الحرفه هذه الان الى العالميه، كما قلت الان في بعض التصريحات اننا وصلنا للعالميه من خلال مجموعه من دور الازياء العالميه اللي كتشتغل الان بالسفيفه المغربيه وبالانامل والايادي ديال الصانعات المغربيات. الهدف ديالنا وهو نخدموا مجموعين مع الناس الحرفيين ومع عيالات نساء اللي تيخدموا اون بارتيكولي اللي تيخدموا السفيفه اللي قليل دابا يعني على حسب الاحصائيات اللي ماشي فورمال، ولكن هذا هو الرقم اللي عندنا لحد الان. كاين اقل من 100 صانع ولا صانعه تقليديه اللي باقي لحد الان تيخدموا السفيفه بالطريقه التقليديه، وهذا يعني واحد الحرفه اللي في ماشي الاندثار. هذه المبادره هذه دونك هو تعلمهم عند هاد الجمعيات تعلمهم، ولكن اكثر يعني كاين واحد الاضافه اللي هي يعني الحمد لله مميزه، وهو ان تيحاول يديرهم مع يعني طلبه ومع دي ديزاينر مصممين باش تكون هذيك يكون واحد التبادل في النظره وحتى في التقنيات، لان كاين تقنيات قديمه وكاين فيها اللي خصو يبقى محافظ عليه كما هو، وكاين تقنيات اللي يمكننا ندخلوا عليهم يعني تجديدات، لان على حسب باش نواكبوا العصر وباش وباش. وحتى في الديزاين يعني في التصميم هو النيت راسو نفسه، فعاود ما يبقى ديما تيكون نفس لو جيست هو اللي كيتعاود، خصنا نحافظوا على داك الوجه اللي هنا هو توثيق للتاريخ، ولكن في نفس الوقت كيفاش يمكننا نزيدوا به للقدام ونقدروا نعطيو واحد المنتوج اللي يقدر يواكب يعني المتطلبات ولا حتى الرؤيه ديال الناس ديال هذا العصر هذا. حنا جينا للمنطقه ديال تحناوت باش نخدموا على واحد الفن اللي هو غادي وكينقرض، هو الفن ديال السفيفه مع الجمعيه ديال تيميندوتيس اللي تنتعاملوا مع السي امين دادا، اللي يمكننا من هذا الاوبورتونيتي باش نجيو لهنا ونخدموا مع هاد لي فام زارتيزان باش نعاونوهم. حنا كمهندسين معماريين بغينا نقدموا لهم واحد ليسباس فين يقدروا يخدموا مرتاحين، فين يمكن لهم يطوروا التكوين ديالهم، فين يقدروا يطوروا راسهم اقتصاديا واجتماعيا وتكون عندهم واحد لوتونومي. وانا شخصيا كنوجد ان باراليل من هذا الشيء واحد الدوكيومونتير مع السي امين دادا على هذا الفن ديال السفيفه، لانه واحد الفن قديم اللي عنده اكثر من 4000 سنه وغادي وكينقرض، يعني الناس اللي كيتعلموه ما بقاوش بزاف، ما بقاش هذا الفن كيتعلم، يعني حنا كنحاولوا ننشروه وبالخصوص للنساء اللي باش نعطيوهم حقهم في هذا الفن وبلاصتهم في هذا المجتمع.